بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي مصر الزراعية، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم هنا الحقيقة. أعزائي المشاهدين، ملفنا في هذه الحلقة من الملفات المهمة، لكن اسمحوا لي قبل ما نبدأ صفحات هذا الملف لابد وأن أتوجه بالتهنئة لإخوتنا المسيحيين في ربوع القطر المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد النهاردة 7 يناير. الحقيقة التهنئة الخالصة لكل إخواتنا المسيحيين ولكل الزملاء المسيحيين في قناة مصر الزراعية وكل الزملاء في معهد بحوث وقاية النباتات ومركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة وكل المسيحيين في القطر المصري. تهنئة خالصة لهؤلاء الشركاء معنا في الوطن، الشركاء في المصير وفي المستقبل بإذن الله. والتهنئة أيضا للمسلمين، لأن إن شاء الله المولد النبوي الشريف يحل علينا في 13 يناير بإذن الله، ومن حسن الطالع أن يتواكب العيدين في وقت قصير. التهنئة لكل الشعب المصري، وأتمنى بإذن الله أن يكون عام 2014 هو عام الاستقرار الأمني والاستقرار في جميع المجالات والانطلاق نحو التنمية ونحو التقدم ونحو الإنتاج، علشان تستقر مصر وتتبوأ موقعها الذي يجب أن تكون عليه في الوطن العربي. أعزائي المشاهدين، الحقيقة ملفنا النهاردة من الملفات المهمة اللي هي ما بتهمش الفلاح المصري فقط، ولكن بتهم كل مواطن على أرض مصر. ملفنا النهاردة من الملفات المهمة، وزي ما عودناكم احنا بنقتحم المشاكل، بنقتحم الملفات دون اي خطوط حمراء. هدفنا الرئيسي هو المواطن المصري ومصلحة المواطن المصري وصحة المواطن المصري وانتمائنا الوحيد لمصرنا الحبيبة. ملفنا النهاردة أعزائي المشاهدين بيتكلم عن موضوع خطير جداً، وهو ري الزراعات سواء خضر أو فاكهة بمياه الصرف الصحي.